هي حبس لنا الكاميرا، تحبس لنا عمك تشكشوك هذه، تشكشوك تمشي مع البطاطا، حبس لنا الكاميرا هذه. لا لا ما تقعدش ما تقعدش، نصوروك نصوروك قبل ما نبقى في الدار. دم البيت يبني، أنا كنت تاني بني، أنا مسجد رايس يبني. Thank you, Mr. the President. سي سلال شركي راسي معايا برا، لا تبرت ما جاتش. لا لا الانجليزيه تاع الامريكان خو ماشي تحسب لي كذاب انايا. ها يا مالا تقتل لها، روح روح روح. عزيز بوتفليقة اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأول زيارة له إلى الجزائر. وشدد رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين. Good morning everybody. أو هذه سهلة، هذه قال لك أهلا بك يا مجاهد عبد القادر المالي. Thank you, Mr. Welcome, President. Welcome to Bulgaria. Thank you, Mr. the President. Mr. the President, we are looking forward to a transparent elections. لا يقول لك احنا نستعرفوا بالمسار الانتخابي اللي داته الجزائر ورانا فرحانين ياسر ياسر ياسر. Oh no, we are looking forward, Mr. President. Looking forward. ده قال لك حرية التعبير راهي لحقت الذروة تاعها. رانا فرحانين كثير بالمسار الانتخابي اللي انتهجته فخامته. Oh non, Monsieur le Président, regarde, Monsieur le Président. On espère voir des élections transparentes. On espère, Monsieur le Président. قال لك راني فرحان بالشفافية الانتخابات والحرية اللي لحقت وصلت ليها الجزائر. هم فرحانين بنا كثير كثير كثير. يعني اسمها صافية وزرقاء. No, Mr. President. شوف نحن نتطلع أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة. دورة في العربية يا بافانا يا فريديا. Quand il aura le prix Nobel, viens passer une semaine, Sarah. This is really good, Mr. the President. Please. قال لك نجيب بعث لنا بابور مقروط. Sorry, il assure maintenant, il dit qu'il salue votre initiative envers la liberté, les droits de l'homme, mais surtout, surtout sur les élections prochaines. Tout ça, في كحة. هذا الأمريكان، هذا الأمريكان يتكلموا مليح في الكحة.